الله يفتح عليك. الله يخليك يا فندم. قريت انت والشيخ في مكان واحد؟ انا وبابا؟ لا ما حصلش. ما حصلش. ما حصلش. اي مناسبة مثلا؟ لا ما حصلش، لان هو تقوى على ما ابتديت انا اقرا، كان هو يعني كان كان بدا المرض ايه اللي كان بدا ما كانش هو بيشارك في ما كانش بيشارك. بس العيلة كمان، مش بس الشيخ شحات الله يرحمه وحضرتك، في كمان اخوك الشيخ انور، اخويا الكبير. هو يعتبر الشيخ انور. احنا معانا فيديو فيه مقارنة بينكم انتوا الثلاثة. مقارنة بين مين؟ احنا التلاتة؟ ممكن سمعونا يا جماعة؟ كيلو